تتبرع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من حقه يعرف فلوسه تعمل بيها إيه. تبرعاتكم ضعفنا بيها عدد العمليات والسراير والمعدات والأطباء والتمريض أكتر من 4 مرات، وعالجنا آلاف الأطفال. بس في حاجات تانية ساهمتم فيها نعرفش نحسبها. نحسب إزاي عدد ابتسامات الأطفال ولا دموع الفرح في عيون كل أب وأم؟ نحسب إزاي جدعنة المصريين؟ أكيد في حاجات ما ينفعش تتحسب بس تتحس وتمس القلب. أنتم وقفتوا جنبنا وساعدتونا، وأنتم كنتوا السبب الحقيقي في نجاحنا، بس إحنا لسه محتاجين دعمكم يمكن أكتر من الأول، علشان يجي يوم ما يبقاش فيه طفل مريض محتاج يستنى دوره. في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة بحالها.